التقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة بكين. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة إلى العاصمة الصينية، المحطة الأولى من جولة تشمل عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتهدف إلى الضغط من أجل إنهاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر والسماح بدخول المساعدات لتجنب وقوع كارثة إنسانية. في مستهل جولتها الهادفة للضغط من أجل إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، دعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين. الوفد الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان يضم أيضا وزراء خارجيات كل من الأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومسؤول من منظمة التعاون الإسلامي وآخرين. والتقت اللجنة الوزارية بوزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي أكد خلال كلمته أن الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل وأن يتخذ تدابير عملية وفاعلة لمنع انتشار هذه المأساة. لقد عملنا بجد لتهدئة الصراع وحماية سلامة المدنيين وتوسيع المساعدات ومنع وقوع كارثة إنسانية. من جهة حث وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. لابد أن ننتقل إلى وقف إطلاق النار فورا، لابد أن تدخل المواد الإغاثية والمساعدات فورا، لابد أن نتجنب مزيد من القتل. وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في القطاع. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية تجنب مزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني.